يتوقع أن الحرب دي هتستمر سنوات. خليني أخد رأي دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. ألو ألو دكتور سمير. أهلا يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور سمير. أهلا دكتور سمير. الأحداث بتتطور بشكل مرعب الحقيقة وبشكل مخيف. النهارده بعد ضرب الجسر اللي بيربط بين روسيا والقرم، النهارده روسيا ردت بقصف اوكرانيا ب 75 صاروخ، وفي تصعيد كبير جدا بيحصل. خلينا نشوف الخرايط كده مع دكتور سمير ويشرح لنا ويقول لنا شايف الموقف ازاي. ومش عارفه حضرتك سمعتني ولا لا دكتور تمام. سمير، فكره انه بعد دلوقتي التوقعات بدات تروح لسنوات في امتداد هذه الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، لانه ما حدش عارف كل واحد اهدافه هتتحقق امتى. اتفضلي يا فندم. تمام. ارجو ان تكون الخرائط لو طلعت يبقى كويس. يعني طلعت حالا يا فندم. طب الوضع يا فندم في روسيا اهي قدامنا الخريطه. ايوه هنشوف المشكله كانت الفتره دي هي شبه جزيره القرم اللي تحت دي اللي باللون البني الفاتح. روسيا واوكرانيا كانوا دوله واحده ايام الاتحاد السوفيتي. نعم. وجا خروشوف راح مدي شبه جزيره القرم دي الى اوكرانيا من روسيا. نعم. على اساس انهم دوله واحده. على اساس ان تبقى مسيطره على بحر ازوف والبحر الاسود اللي تحت. نعم. بعد انفصال روسيا وعن اوكرانيا وانفصل الاتحاد السوفيتي بدات روسيا تقول انا عايزه شبه جزيره القرم بتاعتي. ولكن في 2014 روسيا قامت بعمليه عسكريه واستولت على شبه جزيره القرم. بقى يومها بقى العالم الاوروبي كله فرض عقوبات على روسيا. نعم. لو جينا بصينا تحت كلمه ازوف دي اللي هي اتصال روسيا بشبه جزيره القرم، الحته دي كانت واسعه وكانت بحر. فجت روسيا وراحت عامله بوتين وراح عامل كوبري، اطول كوبري في اوروبا، طوله 19 كيلو. نعم. عشان يوصل روسيا بشبه جزيره القرم وتبقى بقت حته من روسيا تاني غصب عين كل الدول الاوروبيه. نعم. وهذا عمل احتفال كبير، هذا الكوبري كلف 3 مليار دولار. عمل احتفال وبوتين سأل العربية اللوري بنفسه. أيوة. واحتفال كبير. بعد كده بدأت الحرب الروسية الأوكرانية. كان عندنا لوغانسك فوق ودونسك، دولت جمهورتين منفصلين. فنشوف اللوحة الثانية اللي بعد كده. نعم. بدأت روسيا بعد 6 أشهر استولت على 20% من الاراضي الاوكرانيه اللي هي باللون الاصفر دي قدامنا. كلها روسيا خدتها بعد 6 اشهر. نعم. الفتره اللي فاتت هنلاقي ان اللوحه اللي بعد كده في الشهر اللي فات روسيا راحت عملت انتخابات واستفتاء في 4 مناطق، 2 جمهوريات اللي هي لوغانسك فوق اهي ودونسك وزابورجيا وخرسون. دول الاربع نقول 2 جمهوريتين ومقاطعات، وعملوا استفتاء انهم بينضموا الى روسيا، وروسيا ضمت الاراضي دي الى دولة روسيا الاتحادية. طبعا الفترة اللي فاتت بعديها اوكرانيا عملت هجمتين مضادين واستعادت بعض القرى في القرى اللي خدتها روسيا. وروسيا ما استجابتش. ليه؟ نقف شوية كده ونشوف كل استراتيجية دولة، امريكا والاتحاد الاوروبي او حلف الناتو من ساعة ما بدأت الحرب قالوا احنا لن ندخل في قتال بين روسيا وبين اوكرانيا. ده واحد. امريكا عاملة استراتيجية اطالة مدة الحرب. ليه؟ اي حرب بتستهلك الاقتصاد بتاع الدولة. طبعا. فروسيا طبعا. فروسيا طبعا الوقت احنا بقينا في الشهر الثامن فبدأ في استهلاك. في ناس تقول لك لا لا ما فيش استهلاك، ده الروبل عدى وعلي عن زمان. ايوه عالي ليه؟ لان الغاز والبترول اولا ساد. الحاجه الثانيه فروسيا بتصدر غاز، الحاجه الثانيه ان روسيا قالت انا هبيع الغاز بتاعي بالروبل. فالروبل زاد، لكن اقتصاديا لا تعبت. انا متاكد ان من يوم 24 فبراير روسيا لا عملت مدرسة جديدة ولا مستشفى ولا طرق ولا اي استثمارات للي كل المجهود متوجه ناحية ايه؟ المجهود الحربي. نعم. وده في اي دولة. نعم. لما